الحمد لله على السلامة يا شسان. إلهي ما يرقب لك جبت الأرض. وإيه اللي مرقادك يا أمين؟ أصل الحكاية يا شسايب رجلي. مالها؟ رجلي متعورة. متعورة؟ متعورة من إيه؟ أصل الحكاية يا شسايب. انطعي. السوارس صدمتني. سوارس؟ السوارس اللي خبطت أمينة دي؟ كانت هي دي وسيلة نقل الركاب في مصر في أواخر القرن 19 أو أوائل القرن 20. كانت عبارة عن عربية خشب بتجرها الخيل أو البغال، وصاحب ومؤسس الشركة دي هو رافائيل سواريس. رافائيل يهودي سفردي، هاجرت عيلته من إيطاليا واستقرت في مصر، وأسس هو وأخواته يوسف وفيليكس مؤسسة سواريس سنة 1875. وفي 25 يونيو 1898 أصدر الخديوي عباس حلمي الثاني فرمان بإنشاء شركة مساهمة مصرية باسم البنك الأهلي المصري، وأوكل المهمة دي لرافائيل سواريس، ومنحه حق امتياز إصدار أوراق النقد المصري لمدة 50 سنة. وبكده أصبح البنك الأهلي المصري هو البنك المركزي للحكومة، وهو أول بنك صدر من خلاله الجنيه الورقي المصري، والكلام ده كان يوم 3 إبريل 1899. لفظ جنيه في الأصل لفظ مش عربي، ظهر لما محمد علي ولي مصر أصدر فرمان بصك أول عملة رسمية مصرية، كانت الجنيه الذهب، وكان الكلام ده سنة 1836، والذهب أيامها كان مستورد من غانا وبتنطق بالفرنساوي جنيه، وده كان أول جنيه مصري. الجنيه الورقي الأول ده كان مجرد سند، ما كانش عملة بالمعنى الحقيقي اللي احنا عارفينه، وكان مكتوب عليه أتعهد بأن أدفع عند الطلب مبلغ 1 جنيه مصري لحامل هذا السند، وده معناه ان كان كل ورقة من الورق الجنيه المصري الورقي ده تتبدل بجنيه مصري ذهب. بس الموضوع ده وقف لما الخديوي عباس حلمي الثاني اصدر القرار بتاعه في يوم 2 اغسطس 1914 بمنع استخدام المسكوكات الذهب كلها واستبدالها بالعملة الورقية بس، وتم تثبيت سعر الصرف للجنيه بما يعادل حوالي 7.5 جرام من الذهب. ولما قامت الحرب العالمية الاولى اتربط سعر الجنيه المصري بالجنيه الاسترليني، وده لأن بريطانيا سحبت مخزون الذهب كله بتاع مصر واستبدلته بأدوات ديون عشان تمول المجهود الحربي ليها. في سنة 1961 تم إنشاء البنك المركزي المصري ككيان مستقل وكبنك رسمي للحكومة المصرية، وأصبح هو المسؤول عن إصدار العملة في مصر. وفي سنة 62 تم ربط الجنيه المصري بالدولار الأمريكي بدل الجنيه الاسترليني، وكان الجنيه أيامها بيساوي حوالي 2 دولار و30 سنت. وفي سنة 73 بعد حرب أكتوبر بقى سعر الجنيه 2 دولار 55 سنت، وفي سنة 78 بقى الجنيه بدولار 42 سنت، ومن بعدها بدأت رحلة هبوط الجنيه. خلال أكتر من 120 سنة مر الجنيه بإصدارات كتير جدا، أهم إصدار فيهم جنيه الجمالين، وهو أول جنيه تم إصداره سنة 1899 في عهد الخديوي عباس حلمي، وكان ده أول عمرة ورقية في الشرق الأوسط كله، وفضل منه حوالي 25 نسخة أصلية بس في مصر. في سنة 1914 اتجدد شكل الجنيه شوية وسموه جنيه المعبد، وده علشان اترسم عليه بوابة معبد قنصوة، وفضل يتطبع من سنة 1914 لحد سنة 1920، يعني عاصر الخديوي عباس حلمي الثاني والسلطان حسين كامل والملك فؤاد. وفي برضو جنيه الفلاح أو جنيه إدريس. إدريس ده كان فلاح بسيط من الأقصر، وكان واحد من خدم الأمير فؤاد، وشاف رؤية في المنام إن الأمير فؤاد قاعد في قصر عابدين على عرش مصر، وراح حكى الرؤية بتاعته دي للأمير فؤاد، وضحك الأمير فؤاد لأن أيامها كان في حكم مصر السلطان حسين كامل، وكان ولي العهد ابنه الأمير كمال الدين حسين. بس الأمير فؤاد وعد إدريس إن لو الحلم بتاعه اتحقق هيكون أول جنيه يطبع في عهد الملك فؤاد هيكون عليه صورة إدريس. وفي سنة 1917 توفى السلطان حسين كامل، وتنازل ابنه الأمير كمال الدين حسين عن العرش، وبقى الدور على السلطان فؤاد اللي هو بقى الملك فؤاد الأول بعد كده. ووفى السلطان فؤاد وعده لإدريس وطبع أول جنيه في عهده عليه صورة إدريس. وفي سنة 1950 كان أول جنيه يتحط صورة الحاكم عليه كان صورة الملك فاروق. وبعد كده تولت الطبعات للجنيه وباقي العملات على مدار الزمن في رحلة بدأت من أكتر من 180 سنة ولسه مكمل. أحمد حجازي.